معاكم في خبرنا التالي. تور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء أمس الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورته 13 وملتقى مكة الثقافي في دورته 6، واللي أقيمت بعنوان كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، وجائزة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي.